بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم. تعد مهنة الزراعة من أقدم المهن، وكان لها دور بارز في نمو وازدهار الحضارات على مر العصور. فكانت المياه والصيد والزراعة جزءاً لا يتجزأ من مقومات الحياة والبقاء. وقياساً على ذلك اندثرت حضارات وولدت أخرى. وطالما ارتبطت الحضارة بالحداثة، حظيت هذه المهنة بحصة الأسد من التطور المهني والتقني لتنتقل عبر الزمن ولتواكب أحدث المعدات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، والتي ساهمت باختصار الجهد والوقت في الإنتاج الزراعي كمًا وكيفًا. وكذلك الأمر في مملكتنا الحبيبة، فقد قفز القطاع الزراعي قفزة نوعية خلال العقود الماضية، وتطورت أساليب وطرق الزراعة من التقليدية إلى الحديثة من خلال دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. ومع مرور الوقت اتسعت الرقعة الزراعية، وتنوع الإنتاج من واقع التنوع البيئي للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى دعم الدولة عبر صندوق التنمية الزراعية للمستثمرين ومن خلال التسهيلات التي تمنحها الوزارة. كما ساهمت الدولة رعاها الله بدعم المشاريع العملاقة لمواكبة التطور العالمي ولمجاراة هذا القطاع. يعد القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية الزراعية، وذلك من خلال إقامة العديد من المشاريع العملاقة، وكل حسب تخصصه. ومن أهم المشاريع مشاريع الاستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة لإنتاج وتربية أجود أنواع الأسماك كأسماك البراموندي. وكذلك إنتاج الروبيان الذي أصبح يغزو الأسواق العالمية لما يتمتع به هذا المنتج من جودة عالية.
والجدير بالذكر أنه جاري العمل لحصول جميع هذه المشاريع على أن تكون معتمدة وحائزة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي، لتكون المملكة العربية السعودية هي الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذه الشهادة من التحالف العالمي للاستزراع المائي. وعلى صعيد آخر، تم الاستثمار من قبل الشركات الوطنية في تربية المواشي واستيرادها، فتكونت شركات وطنية عملاقة في مجال تربية واستيراد المواشي كشركة الجابري، وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع الدواجن البياض واللاحم التي صاحبها إقامة المسالخ النموذجية لتصبح من أكبر الشركات المتكاملة في المنطقة على هذا الصعيد، ومن أهمها شركة دواجن فقيه وشركة رضوى. إضافة لذلك، اهتم المزارعون بتربية النحل وإنتاج العسل وزراعة الخضروات بكافة أنواعها، إضافة للفواكه كالمانجو والرمان والتمور وغيرها. كذلك زراعة الورد، حيث يعتبر الورد الطائفي من النباتات ذات الأهمية الاقتصادية في المملكة، والذي يصنع منه دهن الورد وماء الورد وبعض المنتجات الأخرى التي يحرص زوار محافظة الطائف من دول الخليج على اقتناء كميات منها. وقد حظيت السياحة الزراعية باهتمام المزارع والوزارة بالشراكة مع هيئة السياحة، حيث بادر العديد من المزارعين بإقامة المنتجعات المهيئة داخل مزارعهم لاستقبال السائح الذي ينعم بالتمتع بالطبيعة الخلابة وممارسة النشاطات الزراعية داخل المزرعة ومعايشة العادات والتقاليد في المجتمع الريفي والزراعي. وفي هذا الجانب، فقد وضعت الوزارة خطة لاستصلاح المدرجات الزراعية، حيث تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي للمملكة. وقد حرصت الوزارة على تخصيص مواقع في كافة المناطق لإقامة المخيمات الصحراوية وإقامة وتطوير الفعاليات التي تهدف الوزارة من خلالها إلى إيجاد المكان المناسب والنظامي لإقامة تلك المخيمات، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة. وقد حظي هذا الموضوع باهتمام وتأييد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله. وفي نفس السياق، فقد حظي قطاع المياه بذات الدعم، وقفز قطاع المياه قفزات هائلة، فبعد أن كان الحصول على المياه يتم عبر الطرق التقليدية، أصبحت تصل للمستفيد بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال مؤسسات التحلية العملاقة كالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بجدة، والتي بلغت طاقتها الإنتاجية من المياه لعام 2015 ميلادية أكثر من 193 مليون متر مكعب لتغذية مدينة جدة، وبلغت كمية المياه المصدرة من محطة الشعيبة أكثر من 180 مليون متر مكعب لتغذية كل من مكة المكرمة، المشاعر المقدسة، وجدة، والطائف، والباحة. وقد حرصت الدولة رعاها الله على دعم مصادر المياه بكافة الوسائل الممكنة، ومن أهمها برنامج تنفيذ السدود الذي تم على أسس فنية بالدراسة والتصميم والتنفيذ، حيث بلغ عدد السدود المنفذة حالياً 509 سدود في مختلف مناطق المملكة، يبلغ إجمالي سعتها التخزينية أكثر من 2246 مليون متر مكعب، 57 سداً منها بمنطقة مكة المكرمة، سعتها التخزينية تزيد عن 861 مليون متر مكعب كسد المرواني بمحافظة خليس وسد حالي بالقنفذة. ولدى الوزارة خطة طموحة لتنفيذ المزيد من السدود لدعم مصادر المياه بالاستفادة من السيول
هذا بالإضافة إلى درء أخطارها لخدمة المواطنين واستقرارهم بمختلف المناطق. وإكمالاً لتلك المنظومة، تم إنشاء مشروع الخزانات الاستراتيجية في بريمان من قبل الشركات الوطنية، ويستوعب هذا المشروع 2,062,500 متر مكعب، علماً بأن هذا المشروع حاز على جائزة جينيس كأكبر خزانات استراتيجية في العالم. وبمناسبة إعلان الدولة رعاها الله لخطتها الطموحة ضمن رؤيتها لما ستكون عليه في العام 2030 وإقرار برنامج التحول الوطني 2020، فقد وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة العديد من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق تلك الخطة. ومن أبرز تلك الأهداف تطوير نظم مستدامة للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي بكفاءة عالية لرفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة كي تساهم في تنوع القاعدة الإنتاجية للمملكة. فعلى سبيل المثال، تهدف الوزارة بمشيئة الله تعالى إلى الوصول بالاستزراع السمكي المائي إلى 100,000 طن في 2020، حيث يبلغ حالياً 30,000 طن، وكذلك رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم إلى 60% بحلول 2020، حيث يبلغ حالياً 42%، وكذلك رفع إنتاجية الهكتار من الخضروات إلى أكثر من 22% بحلول 2020 بدلاً من 21% حالياً. هذا بالإضافة إلى العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تستهدف قطاع البيئة والمياه والزراعة، والتي سيكون لها الأثر الكبير في السيطرة على الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وتنمية المتنزهات الوطنية، وكذلك دعم الشركات الوطنية في كافة المجالات بما يتوازى مع الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية للمملكة.